بصوا بقى البصل عندي بقى لونه عامل ازاي، شايفين؟ بيبقى بقى معسل كده ولونه حكاية ومكرمل تحفة. هنزل ايه بقى دلوقتي بالفراخ اللي عندي، اللي انا شوحتها تشويحة بسيطة جدا بملح وفلفل اسود، او هي عندي اصلا مسلوقة خلاص. انا ممكن اروح حطاها وحط عليها ملح وفلفل اسود، مش لازم التشويحة المسبقة اهي، واقلبها تقلبتين. بصوا بقى حلاوة بقى دبس الرمان في الحاجات دي، بيحول كده الطعم يا جماعة لحاجة تانية، بيضيف اضافات مش عايزة اقول لكم خطيرة حكاية. شوية ايه بابريكا عندنا، والسماق، السماق حلو قوي قوي في الوصفات دي بتاعت البصل المقرمل، وهي زي ما قلت لكم عرب بالايه بالباستيلا كده، فبتبقى تحفه. بصوا بقى لونها عمل ازاي اهي، ده بقى لونها. انا مش عايزه توابل فيها اكتر من كده ولا عايزه اي حاجه، انا عايزه استمتع بقى بالعيش وهي محشيه فيه. بصوا 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 الكرمله، بصوا عايزه اقول لكم طعم الفراخ هتاخدوه حكايه. بصوا لونه عامل ازاي بشويه ايه، شويه دبس رمان بس، انا ما عملتش اي حاجه اكتر من كده. طيب هعمل ايه، هروح اجيب عيش الصاج بتاعي اهو شايفينه، واحط هنا اهو، احط هنا ايه الطاسه بتاعتي علشان اسوي فيها تسخن، واجيب السكينه بتاعتي. سعيد سكينتي معاك؟ طيب لحد ما سعيد يقول لي اه، هقص بالايه بالمقص. خلاص انا جبت العيش الصاج اهو لازق في بعضه، قصيته اهي وفتحته، ممكن اهو ده نصين، ممكن اخليه كده واحشي فيه، بيمسك لي العيش والساندوتش اكتر، بيمسك لي ساندوتش اكتر ماشي اهو نصين، وقطعته بالطريقه دي. وبعدين بصي بقى هجيب عندي الحشوه اللي خلصت، انا كده خلصتها ما اخدتش فيها اي حاجه، وايه احشي شويه حلوين. الله على ريحتها حكايه. بص بقى بلف كده شايفاني، واروح عامله كده، ابتديت من الايه من العريض، وبعدين رايحه على الرفيع، من العريض رايحه على الرفيع اهي. عندي هنا الطاسه سخنه، الطاسه سخنه اروح منزله فيها على طول واخد لون بس كده. عندي تاني اهو، عملنا ايه ساندوتشات رهيبه من بواقي، يعني انت مش محتاجه ان انت النهارده تقفي تسلقي، لا انت اللي عندك اشتغلي بيه اهي. شايفه بعملها كده، انت عارفه الولاد قد ايه بيحبوا الحاجه ايه الساندوتشات السريعه دي، واروح حطها على ايه على طول على الطاسه عندي سخنه. عايزه تعملي ارق اعملي، بس انا بحب الحاجه المحشيه العيش ده، احب ايه ابقى مطمنه ان هو مش هيفك معايا، خصوصا ان هو بيكون رقيق من ناحيه ومن ناحيه تخين، فانا ليه غامر، لا انا بخليه نصين وكمان بيشبع اهو. شايفه اهي، وراح عامله كده دخله كله اهو اهي، واروح على ايه الجنب الرفيع. تعالي نشوف، لسه ما قفلش من هنا، هيقفل بسرعه ويتشوح وياخد لون وهيبقى حكايه. واروح على دي يا جماعه، احنا حقيقي فعلا بيبقى عندنا اكل باقي قبلها بيوم، وبنبقى مضطرين ان احنا نعمل اكل جديد، لان الحاجه بتبقى خلاص مش هتكفي كل العدد. لا انت تقدري ان انت تخلقي من الاكل البايت افكار جديده تعملي منها كميات بشويه اضافات بسيطه،
ما تضطريش ان انت تركني البواقي اللي عندك وبعدين تبداي تفكري هعمل اكل جديد ايه. لا، الموضوع محتاج شويه بس ايه، يعني نخرج بره الصندوق. واديكم شفتوا بشويه بصل مكرمل على شويه دبس رمان، وبلاقي كتير ناس تسال هو الدبس الرمان بيتحط لايه. دبس الرمان مش عايزه اقول لكم استخداماته رهيبه. عارفه انت لو قطعتي شويه طماطم وشويه خس كابوتشي او كرنب او بصل سلطه وحطيتي عليها شويه دبس رمان، مش عايزه اقول لك يعني انت هتاكلي الخضار بمنتهى السهوله، لانه بيبقى مسكر ميزز كده، وانت مش محتاجه انت تعملي سلطه وتقليبه، انت بس كده تقطعيهم على بعض وتحطي شويه دبس رمان عليهم، بيحولوا السلطه دي لطبق حلو قوي. لو قطعتي كمان جبن بتبقى رهيبه. خلاص كده بصوا قفل من هنا يا جماعه، بدات اقلبه. شايفين ما بقلبش غير لما بيقفل. قفل من هنا ابدا اقلبه، قفل من هنا ابدا اقلبه، اهو شايفين التاني هلاقيه قفل لسه شويه. بصوا اخد لونه ده كمان ايه، هسيبه شويه، اخد كده جنب من الناحيه دي وادي اعمل الباقي. ارش عليه بقى شويه كزبره وبقدونس، شويه مايونيز، شويه كاتشب، عايزه ترش عليهم شويه دبس رمان كمان من بره. اوكي، هيحللك طبعا العيش من بره كمان اللي احنا عاملينه. عيش الصاج ده بيدي كميه، وعايزه اقول لك لو اكلوا واحد مش هيقدروا ياكلوا التاني لانه فعلا فعلا اهو مليان وحلو قوي. طبعا جنب البيتزا بتاعتنا، ما اروح اشوفها لحسن انساها هي كمان، هيبقى تحفه. خلاص اخر واحده، بصي عملنا ايه، عملنا قد ايه من قولي ربعين عندك، ربع انت بقى هو عدد افراد اسرتك اهو. بلفه كويس قوي ما بيتقطعش معايا وبخليه. شايفه، اروح اجيب بقى ايه الطبق بتاعي وراح ابص. معلش على خلاص جهزت معايا. بصوا بصوا مش عايزه اقول لكم ريحتها، ريحتها عامله ازاي. اوكي بصوا ريحتها حكايه، ريحتها حكايه، تعجبكم قوي قوي. وانا كمان والله طعمها حلو قوي، ريحتها حلوه قوي وطعمها يعجبكم جدا. اروح دي خلاص كده جهزت معايا، انا هقدمها. شايفين الموضوع ما اخدش وقت ازاي، بافكار بسيطه قوي. طبعا عشان اقدمها حطي عليها شويه ايه، لا احط شويه صوص، سوري احط صوص الرانش واحط ايه البافلو صوص اهو. وهقلب هنا العيش بتاعي علشان ما ياخدش لون اكتر من اللازم، يبقى مش حلو. لا كله الحمد لله بياخد لون حلو قوي. تعالوا بقى نحط عليه ايه، مش عايز اقول لكم بتبقى تحفه ازاي. حطينا بهارات الكيجن، وهقول لكم بهارات الكيجن دي عباره عن ايه، وكمان على الوش كده بافلو صوص، شويه صوص رانش كده طبيعي بس اهو. يبقى طعمه حكايه طبعا، ده ايه اختياري هما، مش عارفه اهي ماشي. وبعدين ممكن بقى اروح جايبه ايه الكاتشب بتاعي وايه نازله كده. افتحه بس عشان هو مقفول بس كده، ونازله ايه عامله خطوط بالكاتشب بتاعي خلاص. وممكن كمان شويه مايونيز اهو. بصوا بقى بصوا بقى تحفه ازاي. ماشي اهي، يا فاهميني
بصوا بقى نقطعها اهي. مش عايزه اقول لكم بجد تحفه، هتعجبكم جدا. اروح اجيب طبق صغنن احط لكم فيه الحته دي علشان تشوفوها اهي. بصوا بصوا عامله ازاي حكايه. بصوا الجبن شايفين حلوه قوي قوي اهي. ادي البطاطس المحمره عملنا منها بيتزا حلوه جدا. خلاص دي كانت اول فكره. حاضر اهي حلوه قوي وهتعجبكم قوي. طيب نيجي بقى لسندوتشاتنا، تعالوا هي كمان خلصناها نقدمها اهي. بصوا لونها بقى وجمالها، بصوا القرمشه، بصوا اللون تحفه اهي. كله اخد لون حلو قوي، ما سابش. شايفين بمسكها عادي جدا ما سابش. تقولوا لي انت انتحاريه وازاي بتمسكي كده، ستات المطبخ هيقولوا لكم عادي جدا. بحط البيض خلاص طبعا اهو، تعالوا نحط ده كده فوق بعض اهو، نكمل ايه الباقي الطبق. طيب احب قوي قوي ارش عليه رشه ايه كزبره ورشه بقدونس، بحب احط عليه رشه الرمان ماشي، وبعدين احب احط عليه كمان رشه كاتشب اوكي، وكمان رشه مايونيز.